جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم المستمع حا حا عين سوداني مقيم في قطر يسأل أيضا ويقول هل تقام صلاة الجمعة بثلاثة أشخاص فقط؟ الصحيح لا بأس، صحيح أنه لا يشترط للجمعة عدد معين، وإنما تنعقد بالثلاثة فأكثر إذا كانوا مستوطنين في مكان، إذا كانوا مستوطنين في مكان استيطانا دائما فلهم أن يقيموا الجمعة إذا لم يكن عندهم جامع قريب، أما إذا كان عندهم جامع قريب فإنهم يصلون مع المسلمين، أما إذا كانوا بعيدين عن المكان الذي تقام فيه الجمعة وهم ثلاثة فأكثر فلهم أن يقيموا جمعة.